كان الاضرابات، الاضرابات هذه التاليه هذه اللي داروها الاساتذه ثاني ضرتهم ثاني في المستوى تاعهم، وكاين ثاني الغيابات المتكرره للاساتذه ثاني اثرت ثاني كما نقولوا اثرت عليه بزاف في المستوى الدراسي تاعو، نقص ثاني في التكوين الاساتذه. هذا الشيء خلانا باش دفعنا باش نديروا من بدايه السنه، يعني من بدايه السنه الدروس خصوصيه. تجم تقول 20% اللي الاستاذ كان عنده الضمير المهني، اما البقيه يجيب ربي. باش الطفل اللي الحق يقول الاستاذ يقول له يا استاذ عاود اشرح لي هذيك، يقول له باش نشرح لك روح لي نقريك ليتود. هذه ما منظومه تربويه هذه ولا غير يجيب ربي وخلاص هكا، فيها لقاء اصلاحات.